مشاهدينا الكرام، مشاهدي صوت بيروت انترناشونال، صباح الخير. نحن معكم مباشرة من أمام مرفأ طرابلس لنتابع آخر المستجدات التي تحصل في هذه الأثناء من إحصائيات وعمليات بحث ما زالت مستمرة من قبل الجيش اللبناني جوا وبحرا. للوقوف أكثر عند تفاصيل ما يجري معي مدير مرفأ طرابلس الأستاذ أحمد تامر. أستاذ أحمد، أول شيء برحب فيك عبر صوت بيروت انترناشونال. شو هي آخر المستجدات اللي عم تحصل حاليا بمرفأ طرابلس؟ صراحة آخر مستجد صار هو أول امبارح، تم انتشار 5 ضحايا أول امبارح، يعني ليرتفع عدد الضحايا الموجودين اللي تم انتشار جثتهم 6 جثث، وما صار أي جديد بهالمجال. هلا الشيء الجديد المستجد اللي صار انه تقريبا قدرنا تقريبا نحدد عدد المفقودين تقريبي بهالمجال، وشو هن يعني جنس هالناس المفقودين. نحن كمرفق رجعنا من اهالي الضحايا تقريبا، يعني حسب استفسارنا من اهالي الضحايا في 22 مفقود، هذا اللي رجعونا نحن كمرفق، اللي رجعوا المرفق، ولكن في معلومات بتقول اكثر من 30. نحن مشان هيك بنتوقع العدد بيكون يعني بين 20 و30 مفقود، يعني بين 22 و30 مفقود، بس الحد الأدنى صار 22 بالنسبة لنا، هدول مفقودين 100% لأنه راجعونا أهليون. وللأسف للأسف الشديد كل المفقودين 100% من المفقودين هن يا أطفال يا نساء. طيب اليوم عمل الجيش اللبناني وفرق الإنقاذ كيف عم تشتغل؟ هل عم تتوقف عمليات البحث ليلا؟ متى يعني في اتهامات؟ مستمرة عملية البحث، ما هذا بس نطاقه وسع، لأنه ما عادوا عم يبحثوا بمنطقة واحدة محل ما غرقت هالغرق هالمركب هذا، عم يبحثوا بمناطق بعيدة صارت. الجيش عنده تقنيات يدرس اتجاه تيارات الماء، وعلى أساسها بيكون عم يبحث عن الأماكن. الأجواء عموما هل هي إيجابية؟ هل في يعني أمل من أنه إيجاد ناجين أم لا؟ صار البحث عن أنا بتصور الناجين صار صعب يلتقى ناجين بعد مرور كل هالمدة هيدي. يتم البحث عن جثث، وخوفنا الكبير أنه يعني أنه هالجثث هيدي يعني وقعت مع المركب، ومحل ما وقع المركب هو على عمق 400 متر، وبالتالي يعني أكيد الجيش اللبناني عنده قدرة انه يعمل اتصالات، يعمل شيء. بركي بيجي، اكيد الامكانيات المحليه مستحيل انها تنتشل هالحطام. ما بعرف اذا 400 متر، يعني انا ما عندي خبره بهالمواضيع، بس بحاجه لامكانيات اجنبيه وامكانيات كبيره لانتشاله. يعني قد ايه ممكن يستغرق الوقت تقديريا؟ صعب، لانه بدك تحدد محله اول شيء، هذا نزل وسطح يعني المي تحت المي مثل اليابسه، في وديان وجبال وكذا وهيك، بدك تعرف وين واقع وكيف كذا. هيدي منها الشغله سهله، وبدها وقت اذا كان الاتجاه بهالمجال. اليوم عم يدعى لتحركات لتكون على الساعه 4 بعد العصر عصرا فينا نقول قدام مرفق طرابلس، كيف عم تتعاطوا كمان يعني انت كمدير مرفق طرابلس، كيف عم تمتصوا غضب اذا فينا نسميه هيدول الناس؟ احنا بنستغرب، يعني انه انا مع انه اكيد يعلنوا عن رايهم عن احتجاجهم، هذا من حقهم، بس انه يسكروا مرفق طرابلس انا بستغرب صراحه. ليه؟ لانه مرفق طرابلس كان معهم، وقف معهم، يعني نحن بالعكس ما قصرنا بشيء، كل التسهيلات، اداره المرفق كانت موجوده على الارض ايام العطله، وضعنا كل الامكانيات بتصرف الجيش اللبناني وتصرف الاجهزه يعني الانقاذ من صليب الاحمر الدفاع المدني. زملائي ما تركوا بيوتهم واهاليهم ونزلوا ليكونوا موجودين. نحن لو كان مسموح للاهالي يدخلوا على المرفق كنا حطيناهم بمكاتبنا وقعدوا عنا. يعني بستغرب اقفال مرفق طرابلس، واقفال مرفق طرابلس يعني في عندنا 1000 عامل بيشتغلوا جوا، يعني انت عم تقطع برزقه 1000 شخص، هذا عم يشتغل كل يوم، عم ياخذ يوميته. بستغرب انه اقفال مرفق طرابلس او الدعوه لتسكير مرفق طرابلس، هذا بستغربه صراحه. نحن وين ما هن بدهم يحتجوا باي محل بدون ما يقطعوا رزقه العمال،
نحن انا اول واحد بوقف معهم لانه هذه مطالب محقه، في شهداء، في ناس ضحايا. عوده مرفق طرابلس الى العمل يعني عم بتاثر على عمليه العمل على انقاذه؟ ابدا ابدا، لانه عمليات الانقاذ عم تتم على بعد 9 أميال من المرفق. المرفق دوره لوجستي، اذا اجت جته، اذا جا حدا ناجي، فرق الصليب الاحمر موجوده جوا، نحن عم نقدم لها كل المساعدات. ما عم تتم مغرق المركب بقلب مرفق طرابلس، غرق بعيد عن مرفق طرابلس 9 أميال، وبالتالي ما في شيء. المرفق كان يمكن بوابة لاستقبال هول يعني الناس. لأنه هن الجيش يعني مضطرين، نحن لأنه أماكن فيها المرفق عنده إمكانيات لوجستية، عنده إمكانيات تسهيلات لوجستية بحكم أنه مرفق، بقى مشان هيك اللوكيشن. بس المرفق ما له دعوة بالغرق ولا له دعوة بشيء ولا تدخل، بالعكس قدم كل المساعدة، وأي شيء بينطلب منا حنقدمه. مشان هيك منستغرب أنه إقفال مرفق طرابلس. أو شكرا كثير لك مدير مرفق طرابلس الأستاذ أحمد تامر. إذا مشاهدينا الكرام يعني كنا قد استمعنا إلى هذا الحديث مع مدير مرفق طرابلس أحمد تامر، الذي أكد لصوت بيروت انترناشونال بأن عمليات البحث ما زالت مستمرة، وأن الطلبات التي تلقاها أو يعني ذوي المفقودين هم تخطوا 20، ولكن المعلومات تقول عموما يعني أن المفقودين يزيد أعدادهم عن 30 مفقودا، ولكن نتكلم عن حد أدنى. يمكننا القول بأن الحد الأدنى هو 22 مفقود حسب المعلومات التي وصلت إلى مرفق طرابلس. كما وأكد الأستاذ أحمد تامر على أن الجيش الفرق الجيش اللبناني الإنقاذ منهم يعني ما زالت تعمل ليلا ونهارا منذ حصول هذه الحادثة وحتى هذه الساعة، ولكن دائما مع ازدياد الوقت والتأخر يعني تصبح عمليات البحث أصعب، خصوصا وأنها المركب غرق على عمق 400 متر تقريبا، وأن التيارات المائية تعرقل المزيد من عمليات البحث. إذا هذا كان كل شيء مشاهدينا الكرام لكل جديد. ابقوا دائما عبر صوت بيروت انترناشونال. كان معكم غسان فران، إلى اللقاء.